كان أكو فقرة في الموازنة تحديداً تخص المحاضرين، لماذا تم رفع هذه الفقرة سيادة النائب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولكل متابعيك ولكل أيضاً المحاضرين المجانين. حقيقة الأمر إنه لم يتم رفع الفقرة، بل إن الفقرة موجودة وبصيغتها المعتمدة إنه يتم تخصيص تضمين مبالغ مالية للمحاضرين المجانين في وزارة على قطاع وزارة التربية، وعلى أن تتولى وزارة التربية يعني توزيع الأموال التي تم تخصيصها من قبل اللجنة المالية اللي هو كان تريليون ونص. بالتالي بسبب يعني خلي يكون كل صريح إنه أكو تباين في الأرقام بين وزارة التربية بين وزارة المالية وبين المحافظات، فنحن طالبنا أن يكون المعيار معيار وطني في توزيع أعداد ونسب المحاضرين المجانين. يعني مثلاً الموصل اللي فيها 4 ملايين و4 ملايين ونص تقريباً فيها 21,000 محاضر مجاني، بينما البصرة 5,000، محافظة أخرى 27,000، بغداد 12,000، يعني بغداد 7 ملايين والموصل 21، يعني الموصل 4 ملايين. بس هذه احتياجات سيادة النائب، هذه احتياجات مديريات تربية بحاجة لهم وسدوا نقص. نعم، نحن ولهذا نحن طالبنا أن يكون هناك ترتيب في الأرقام والأعداد بين وزارة المالية والتربية وأيضا مع المحافظات. الموضوع الثاني، هناك محاضرين قدماء أي قبل 2018، جنابك تعرف انتخابات 2018 وهذا ظلموا حقيقة المحاضرين المجانين. قبل 2018 كان عدد المحاضرين نصف هذا العدد الموجود الآن، لكن استخدم الموضوع كدعاية انتخابية من قبل جهة سياسية معينة ومعروفة. مع الأسف كان الضحية إخواننا من المحاضرين المجانين، يعني تم مضاعفة العدد من أجل كسب أصواتهم بدون النظر في يعني المحددات التي جعلتها وزارة التربية. استثمر وجودك سيادة النائب، استثمر وجودك، الكل يقول مظلومين، من ظلمهم؟ نعم، أنا بس أريد أفهم منه. الآن نحن لا نتحدث عن الظلم، نحن نتحدث يعني تقول عن أنا مصالح سياسية، هذا صار له 4 سنين و3 سنين يصرف من جيبه وبالأخير يعني معدد كبير. تفضل سيادة النائب، تفضل. لنتحدث عن الحل دون الولوج في الظلم والمظلومية والظلام. ممتاز، أطلع من كلامك بحل، أتمنى لا يسمعون كل محاضرين، أتمنى. بعد في حال تم المصادقة على الموازنة من قبل السيد فخامة رئيس الجمهورية وبعد نشرها في جريدة رسمية، ممكن جمع 50 توقيع وأكثر، وكما رأينا خلال اليومين السابقين واليوم أيضا الكثير من الكتل السياسية، رؤساء الكتل السياسية لربما حتى زعماء دينية طالبوا من أن يتم إنصاف شريحة المحاضرين المجانين. بالتالي سوف يتم الآلية القانونية بعد المصادقة على القانون، يتم الطعن به وتعديل كلمة واحدة هو من أجور إلى عقود، لأنه لا يتم إضافة أي مادة بعد التصويت إذا إلا في حال تم المصادقة عليه. أو النقطة الثانية اللي هو كان قبل يعني أشار إلى معالي السيد وزير التربية وسوف يصوت مجلس الوزراء غدا على قرار تحويل المحاضرين المجاني من أجور إلى عقود، وبالتالي أيضا يكون هذا أحد الحلول السريعة. وبالتالي قد تطول تقريبا سيادة النائب؟ تقريبا. نعم، تقريبا ايش قد راح نطول يعني وقت النقطه الاولى تحديدا؟ اذا صوت مجلس الوزراء يوم غد على القانون سيكون ملزم في حال تم المصادقه على قانون الموازنه.